توأم برأسين عمودين فقريين ومخروج واحد وطحال واحد وكبد واحد. يفضل أنه إذا في تدابير حقيقية وسريعة في التدخل والنقل فيكون إن شاء الله لهم إمكانية الحياة. أما في الأردن فكان لنا الشرف في المستشفى التخصصي أن نحقق أول عملية فصل توأم سيامي ناجحة ولله الحمد، وههما اليوم أحمد ومحمد يتمتعان بصحة جيدة ويتم التجهيز لعودتهما سالمين إلى بلدهم.